الحفل الكريم متابعينا الاعزاء مستمعينا الافاضل، تحيتنا تتجدد بتجدد انطلاقاتنا في عاصمة ميادين السباقات ميدان الوثبة، حيث الانطلاق القادم بهذا الاداء القوي والتحديات الكبيرة. شوطنا الثامن الذي انطلق قبل قليل يحمل منافسات الزمول المهجنات الأصايل، نتمنى التوفيق والنجاح لجميع المشاركين. أبدأ وأسير إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول، إلى مناور المبارك بن عبد الله بن محمد بن منينح الشامسي، يتقدم على المركز الأول، بينما المركز الثاني يصل مبلش لجابر بن محمد بن حمد الدعية. انتقل الى المركز الثالث واجد شاهين لعلي بن غريب بن راشد الكتبية، رابع المراكز الانطلاق ياتي من الفاتن بشعار حمد بن عامر بن صوفان الاحبابي، بينما خامس المراكز هنا القدوم من برزان مبارك بن حمد بن ترحيب بن نايفة الهاجري، ياتي مع انطلاقة هذا الاندفاع، بينما اتحول الى سادس المراكز بانطلاقتي وتحدياتي مبلش القادم لسالم بن راشد بن سعد المري، يتقدم بادائه الكبير ومنافساته المتميزة. انتقل الى المركز السابع في الوصول من لفان لسعيد بن عبيد بن سعيد بن رشدان، انتقل الى المركز الثامن واجد هنا الحضور من غيث القادم والمتحرك بشعار سالم بن راشد بن محمد الغيلاني، ياتي من خلال هذه المنافسة تاسع المراكز هنا في هذا الاندفاع، هنا في هذا الانطلاق مخباط عبد الرحمن بن سعيد بن حمد الغسل المرياتي هنا مع هذا الاندفاع، وعاشر هنا مع هذا الانطلاق الجميل، بينما المركز العاشر هنا الوصول من الحنيش لسالم بن سليم بخصوان العامري، هذه النتيجة والنداء للمراكز العشرة الأولى المتقدمة والمتحركة والباحثة عن الفوز والانتصار، الانتصار والفوز الذي يطمع لهم الجميع في منافسة الأصايل في تحديات عاصمة الميادين في جائزة زايد الكبرى. الزعفران بالانتظار، الزعفران بالانتظار يا متابعينا يا مشاهدينا هنا في هذه الانطلاقة الكبيرة، لكني بعود إلى المركز الأول، إلى مبلش، إلى مبلش، إلى جابر بن محمد بن حمد بن محمد الدعي، ياتي بالأداء الأول وبانطلاقة المركز الأول. أما المركز الثاني فأرى الهجوم من مناور لمبارك بن عبد الله بن محمد بن منينة الشامسي، ثالثا شاهين لعلي بن غريب بن راشد الكتبي. أما المركز الرابع فأرى الهجوم بانطلاق مميز على المركز الرابع من برزان يبحث عن الزعفران، يتقدم مبارك بن حمد بن ترحيب الهاجري،
هنا مع هذه الانطلاقة الجميلة، بينما المركز الخامس وصولا من غيث القادم بشعار سالم بن راشد بن محمد الغيلاني، ياتي بانطلاقة غيث، انتقل واتحول هنا في هذه الاندفاع الجميلة، اتحول الى الوصول من الفاتن بالمركز السادس حمد بن عامر بن صوفان الاحبابي، سابع المراكز لفان سعيد بن عبيد بن سعيد بن رشدان، والمركز الثامن وصل حكيم سعيد بن راشد بن مرخان الاكتبي، اما المركز التاسع بار المشحر القادم في هذه اللحظات، غرب مربط المشهر مني، وصل المشهر لمحمد بن سلطان بن سعيد المالكي، يتقدم بونايف والكل يتقدم مخباط القادم عبد الرحمن بن سعيد بن حمد الغسل المري، ياتي من خلال هذه المنافسة هنا مع هذه الانطلاقة الجميلة، هنا الاندفاع الكبير، العشر المراكز الاولى، لكني بعود مع انطلاقتي هذا الاندفاع المميز والانطلاق الكبير ما بين الزمول التي بدأت بالحديرة. هنا مع هذه الانطلاقة الكبيرة أعود إلى المركز الأول، أعود إلى برزان يتقدم على المركز الأول، يقدمه لنا مبارك بن حمد بن ترحيب بن نايف الهاجري، الهاجري إلى بر الناموس ليتقدم بالمركز الأول، بينما المركز الثاني شاهين علي بن غريب بن راشد الكتبي، وثالث المراكز مناور مبارك بن عبد الله بن منينة الشامسي، رابع المراكز القدوم هناك من مبلش جابر بن محمد بن حمد الدعية، انتقل وتحول هنا على المركز الخامس لأجد لفان سعيد بن عبيد بن سعيد بن رشدان يقدم لنا لفان، أما المركز السادس الواصل هو غيث المتقدم لسالم بن راشد بن محمد الغيلاني، يقدم لنا غيث هنا، بينما القدوم من حكيم القادم لسعيد بن راشد بن مرخان الاكتبي يتقدم، بينما القدوم الاخر شاهين حمد بن هادي بن حمد البريدي المري، وصل راعي شديدة، وصل بهذا الاسم الجميل بهذه المنافسة ما بين ابطال الصحراء، ما بين محبي هذه الرياضة، ما بين المضمرين، ما بين الكبار في سن الكبار في الدورة الكبيرة، مع المنافسة العظمى التي تجمع ما بين الشعارات، لكن برزان يتقدم على أرضية الميدان، برزان يبحث عن الزعفران، ولكن القادمين يا بن تراح
رحيب يا بنت رحيب وصلكم نايف نايف لمبارك بن شعبان بن عبيد العامري يتقدم والبريدي من الجانب الآخر. ولكن أرى شيء القادم بهذا الاندفاع الكبير وصل مناسب وصل مناسب في الوقت المناسب في الوقت المناسب. خليفة بن سعيد بن خليفة الحميري يأتي مع هذا الانطلاق الجميل. خليفة بن سعيد بن عبيد بن خليفة الحميري يتقدم وبرزان يعود من جديد يعود من جديد على المركز الثاني. مبارك بنت رحيب شوف المالكي شوف المالكي ماذا انت فاعل ماذا انت فاعل. محمد بن سلطان بن سعيد المالكي هنا يتقدم مع المشهر مع المشهر واشهر المشهر وتقدم المشهر. قرب مربط المشهر مني هذا هو المشهر يقدم العروض يقدم الابداع يقدم الامتاع يقدم الفوز الكبير في سن الزمول. ليتقدم المشهر سلام السلطنة سلام سلام المالكي محمد بن سلطان بن سعيد المالكي بونايف بونايف مع الفوز والانتصار. المركز الثاني شاهين حمد بن هادي بن حمد البريدي البري. المركز الثالث كان برزان بالمركز الثالث. مبارك بن حمد بن تراحيب بن نايفة الهادري المركز الرابع. هناك كان مناسب هنا بأدائه الكبير مع خليفة بن سعيد بن خليفة الحميري يأتي بأدائه الكبير مع المنافسة الجميلة. بينما المركز الخامس مع المركز الخامس هناك بالأداء الكبير والانطلاق المميز ما يخاف عتيق بن مطر بن حسن القبيسي. إذا متابعينا الكرام مستمعينا الأفاضل مع هذه الانطلاقة الجميلة والتحديات الرائعة إذا بونايف محمد بن سلطان بن سعيد المالكي يحقق هذا الفوز المستحق بتوقيت زمني مقدار 12 دقيقة 52 ثانية وخمسة أجزاء من الثانية. هنا المشهر محمد بن سلطان بن سعيد المالكي المركز الثاني. كان شاهين حمد بن هادي بن حمد البريدي المري أتى وأدى عرض رائع أشكر عليه. توقيته الزمني 12 دقيقة 55 ثانية وجزءا واحدا من الثانية هو توقيت المركز الثاني. أما المركز الثالث فكان برزان لمبارك بن حمد بن تراحيب بن نايفة الهاجري توقيت الزمني هناك 12 دقيقة 55 ثانية وثمانية أجزاء من الثانية هو من حصل على المركز الثالث. المركز الرابع كان مع المركز الرابع مناسب لخليفة بن سعيد بن عبيد الحميدي وتوقيت الزمن 12 دقيقة 56 ثانية بالوفاء والتمام. بينما المركز أيضا المركز الخامس كان بالأداء الجميل هو أيضا ما يخاف لعتيق بن مطر بن حسن القبيسي والتوقيت الزمني